الحمد لله اللاعبين مستعدين لهذه المقابله باش نكملوا في المقابله ان شاء الله، في نبقاو في المسار الجيد اللي بدينا به. المقابله ما تكون سهله، كنا نتمنوا انها تلعب في المدينه الاصليه ديال المقابله، ولكن يعني لظروف اغلاق الملعب وهذا الشيء الحمد لله غتكون مقابله يعني في المستوى العالي ان شاء الله، لان الفريقين تيقلبوا على ثلاثه نقاط اللي تخليهم انهم يمشيوا في المسار الجيد في البطوله. حنايا عازمين باش ناخذوا ثلاثه نقاط اللي تخلينا اننا نكملوا في المسار اللي بدينا به من بدايه السنه، ونحققوا المبتغى ديالنا والمبتغى ديال جميع المحبين ديال الفريق الوداد الرياضي، وان نفوز ان شاء الله هذه السنه بالبطوله ان شاء الله.